صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل الإذن للشافع أن يشفع يكون بعد الاستئذان، أم أن الله جل وعلا هو الذي يأذن ابتداء بدون استئذان؟ لا بد من إذن الله سبحانه، سواء أذن الله ابتداء أو بعد طلب ودعائه، بعد دعائه سبحانه وتعالى. نعم، هذا راجع إلى الله عز وجل. نعم.